حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7. نطلع عليكم مع بداية الأسبوع بمجموعة من الأخبار والمواضيع اللي يبناها لكم من كافة إمارات الدولة وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص. مسي عليكم بالخير ومسي على زميلتي سهام. حياك الله يا سهام. يسعد لي مساك علي ويسعد لي مساك المشاهدين. مرحبا بملايينا، الله يعطيكم العافية في برنامجكم اللي تتابعونا دائما من الأحد للخميس، اللي يطلع عليكم بأخبارها المتنوعة ومواضيعها الجميلة. طبعا دائما مواضيعنا متنوعة. نعم. وتشمل كل، نقول كل القطاعات الموجودة في الدولة، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. بالضبط. وأيضا هذه الأيام سهام. نعم. طبعا تشهد الدولة العرس الانتخابي الكبير وللكل يشارك فيه. صحيح. خلال هذه الأيام مشاهدين الكرام، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اكتمال جاهزية المراكز المخصصة لأيام التصويت المبكر لاستقبال الناخبين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تبدأ من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الخميس بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء في 9 مقار للتصويت منتشرة على إمارات الدولة كافة، ضمن المراحل التنفيذية الخاصة بالتصويت في الحدث الانتخابي. وأكدت اللجنة إمكانية قيام الناخب بالتصويت في أي مركز انتخابي حتى إن كان في إمارة غير التي ورد فيها اسمه ضمن قائمة الهيئة الانتخابية، حيث يستطيع زيارة أقرب مركز انتخابي منه وإبراز بطاقة هويته الأصلية، والتي طبعا تعد الشرط الرئيسي لإدخاله المركز الانتخابي. وستظهر قائمة المرشحين الخاصة بإمارة الناخب فور إدخاله الهوية في جهاز التصويت الإلكتروني. نعم مشاهدينا، وأوضحت اللجنة أن تم تسلم كشوفات بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية من المصوتين في خارج الدولة خلال الأيام الماضية تمهيدا للتحضيرات والاستعدادات لبدء فترة التصويت المبكر، تفاديا التصويت لتصويت الناخب مرة أخرى داخل الدولة، حيث تم تجهيز أنظمة الربط الإلكتروني الخاصة بالانتخابات وفقا للأنظمة التقنية الحديثة التي تتواكب مع التطور الهائل في مجالات التشفير الإلكتروني وحماية البيانات خلال استعمالها في المراكز الانتخابية، والتي تحظر بموجبها قيام الناخب بالتصويت مرة أخرى من خلال العملية الانتخابية. كما تم إطلاق نظام الحماية الخاصة بعملية التصويت، وذلك من خلال تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بنظام التصويت الإلكتروني. وتأتي هذه الخطوة العملية لتوفير أعلى معايير الدقة والشفافية والحماية للعملية الانتخابية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المستخدمة. ولفتت إلى أن لجنة الأنظمة الذكية عملت على اعتماد نظام تصويت إلكتروني يعتمد على تكنولوجيا التشفير الإلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، حيث ستقوم اللجنة بفرز باحتساب الأصوات المرصودة ضمن التصويت المبكر في يوم الانتخاب الرئيس ووفق نظام الفرز الإلكتروني والذي يعتمد على التشفير، كذلك واستخدام بطاقات الدخول لنظام التصويت الإلكتروني من قبل الأشخاص المخولين باستخدامه لكي يتمكنوا من القيام بهذه العملية. ويعقب طبعا انتهاء عملية التصويت في المراكز الانتخابية عملية احتساب الأصوات بصورة إلكترونية، ليتم بعدها الإعلان عن النتائج النهائية لعملية التصويت لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي. وأوضحت اللجنة أن رئيس لجنة مركز الانتخاب سيقوم بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب، ويحرر محضرا بذلك ويوقع عليه طبعا أعضاء اللجنة، كما يناط برئيس اللجنة حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعات الانتخاب إلا بناء على إذن من رئيس لجنة مركز الانتخاب عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي، كما يكون لرؤساء لجان مراكز الانتخاب سلطة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب في مراكز الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، مشددا أنه يمنع التصوير داخل مركز الانتخاب، كما يمنع أيضا التدخين أو الأكل أو الشرب، وضرورة التعامل مع مسؤولي المركز بكل احترام والالتزام بتعليماتهم. نعم، وتتمثل المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي
في منطقة في مدينة العين، وكذلك صالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة. فيما سيكون مركز التصويت المبكر لإمارة عجمان في مبنى جامعة عجمان، وأما في رأس الخيمة فسيكون المركز المعتمد في مركز إكسبو، وستكون قاعة الاتحاد المركز الانتخابي المعتمد للتصويت المبكر في إمارة القيوين. وفي مدينة الفجيرة سيكون مركز التصويت المبكر فيها في مركز الفجيرة للمعارض. طبعا كل هذه المعلومات راح اكيد ان شاء الله ايضا نوفرها نحن في الايام القادمه اذا في اي معلومات جديده. والمشاهدين الكرام مستمرين معاكم خلال حلقتنا في هذه الليله، وبنسير وياكم مواضيع مختلفه. شو عندنا سام؟ اكيد بدايه المشاهدين بنسلط الضوء على محاضره مخالفه السير والمرور في دائره القضاء بابو ظبي، وايضا مع موضوع انتخابات المجلس الوطني لعام 2019 ان شاء الله. اكيد، وموضوع اخر مشروع الخدمه الذاتيه للموظفين على اجهزه كيوسك، وطبعا إضافة إلى مجموعة من التقارير. نعم. وأيضا الضيوف والمواضيع اللي إن شاء الله راح نناقشها خلال. نعم. هذه الحلقة. وإلى موضوع آخر مشاهدين، حيث اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كمال السام يوم الخميس الماضي في فندق نوفاتيل بالفجيرة، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوى البدنية، وعدد من مدراء مؤسسات إمارة الفجيرة المشاركين في تنظيم هذه البطولة. المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. حقيقة نحن سعداء في الهيئة العامة للرياضة استضافة هذا الحدث العالمي الكبير اللي هي البطولة العالمية لبناء الأجسام. نستضيف إن شاء الله في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ما يقارب 1000 لاعب ولاعبة وأكمل رياضية، 120 دولة تقريبا على مستوى العالم. نحن في الهيئة العامة للرياضة وممثل بمجمع زايد الرياضي ومكتب الهيئة بالفجيرة أنهينا كافة الاستعدادات لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير. كما أعلننا في المؤتمر الصحفي عن هذه البطولة، أعلنت أن نحن سنغلق الصالة الرياضية في المجمع لمدة شهرين لعمل على المنصة الرئيسية اللي هي الفي آي بي، ولله الحمد نحن خلال الأسبوع القادم نستلم إن شاء الله المنصة الرئيسية بحلة جميلة جدا تعجب زوارنا الكرام. لا يفوتني هنا حقيقة إلا أن أشيد بالدعم الكبير من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة الله يحفظه، وسمو ولي العهد، دائما توجيهاتهم ودعهم هو اللي يحفزنا نحن لاستضافة مثل هذه الأحداث الرياضية. تم اليوم صباحا عقد الاجتماع التنسيقي بين اللجان المعنية في إمارة الفجيرة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومع دائرة الصناعة والاقتصاد واتحاد الإمارات لبناء الأجسام ودائرة الدفاع المدني وبلدية الفجيرة ودائرة الأشغال، جميع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة لبدء التجهيز والتحضيرات والتنسيق في استقبال الوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة العالم التي ستعقد من خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر 2019 في إمارة الفجيرة. والحمد لله رب العالمين حصلنا تجاوب وتعاون كبير جدا كما هو كان متوقع من الدوائر بإذن الله بإمارة الفجيرة، والحمد لله رب العالمين. تكلل الاجتماع طبعا باستعراض جميع النقاط الخاصة من ناحية استقبال وفود، تأمينهم، استضافتهم، الأمور الطبية الخاصة فيهم مع وزارة الصحة، والحمد لله رب العالمين حصلنا تجاوب كبير من الجهات المعنية، وكان التقبل واضح جدا، وكان بحضور طبعا الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وقد أعطى تعليماته كمان لجميع الجهات بتوفير كل الإمكانيات الموجودة في إمارة الفجيرة حتى يتم إظهار إمارة الفجيرة بالصورة اللائقة في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية.
مشاهدينا الكرام، أقيمت محاضرة مخالفة السير والمرور في دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك نظرا لطلب توفير مادة قانونية عن التوعية المرورية ولحرص دائرة القضاء والنيابة العامة في أبوظبي في التواصل مع الجمهور ونشر الثقافة القانونية وأيضا رسائل توعوية عبر جميع قنوات الاتصال المختصة. والمزيد من التفاصيل مشاهدين معنا عبر الهاتف مباشرة المستشار العامر كرام العامري، مدير نيابة مرور أبوظبي دائرة القضاء في أبوظبي. مرحبا بك، نورت البرنامج. يا مساء الخير، يا حياكم الله. مساء النور. في البداية خلنا نتكلم، ما هي الثقافة المرورية التي يجب أن يتحلى بها مستخدمي الطريق؟ في البداية الثقافة المرورية المقصود بها هي إدراك مستعمل الطريق ووعيه التام بكل القواعد وأداب السير والمرور، مضافا إليها إحساسه الدائم بالمسؤولية وما يتصف به من ذوق عام وأخلاق حميدة تمنعه من الحصول على حقه في الطريق على حساب الآخرين. هذا المقصود بالثقافة المرورية، يعني هي قواعد وسلوك بالإضافة إلى أخلاقيات يتحلى بها السائق. نعم. طبعا أقمتم هذه المحاضرة، محاضرة مخالفة السير والمرور، دعنا يعني نسلط الضوء أكثر على طبعا وقوع الحوادث المرورية وما هي أسبابها. أسباب وقوع الحوادث المرورية عدة أسباب، ولكن ناخذ يعني بناء على الإحصاءات والتحقيقات بقضايا المرورية تبين لنا أن الأسباب الرئيسية اللي هي الانشغال عن الطريق بملحيات وعلى رأسها استخدام الهاتف يعد سبب رئيسي لوقوع الحوادث، وكذلك عدم التزام بقواعد السير والمرور من خلال الانحراف، عدم تقدير مستعملي الطريق والسرعة الزائدة. نعم، المستشار العام الكرامة، سبب تجاوز سائقي المركبات للإشارة المرورية الحمراء، ما هي الأسباب؟ حقيقة موضوع تجاوز الإشارة الحمراء موضوع هام، لأنه قد يظن البعض أن سبب تجاوز السائقين للإشارة الحمراء فقط رغبتهم في قطع الإشارة أو اللحاق بالطريق. لكن تبين أيضا أن عدم التركيز وقلة الانتباه من السائق عند وقوفه أمام الإشارة، وخصوصا في الإشارات اللي يفتح فيها المسرب الأمامي ثم يفتح فيها المسرب المتجه إلى اليسار ليس تزامنا مع بعض، فيبدأ يتحرك إلى اليسار ظنا منه أن الإشارة أمامه خضراء، هي الإشارة المتجهة إلى الأمام، في حين أن إشارته حقيقة تكون حمراء، فينحرف إلى اليسار ويصطدم بالسائقين الآخرين القادمين من الجهة الأخرى. نعم. أهم المقترحات أو الحلول للحد من الحوادث المرورية أو أيضا الحلول لمثل هذه الإشكاليات التي تطرقت لها يعني في إجابتك الأخيرة. أهم الأسباب والمقترحات كون الطريق يستخدمه الجميع، لذلك يجب زيادة المبادرات ونشر الثقافة القانونية بخصوص السير والمرور وتكاتف جميع الجهات المشتركة والمعنية لنشر ثقافة السلامة المرورية بأكبر عدد من اللغات، لأن دولتنا تحتضن عدد كبير من الجنسيات ومتعددي اللغات، فيجب وصول الثقافة المرورية لهذه الفئات بكل اللغات الممكنة حتى تحقق الغاية المرجوة. أيضا في هذا المجال دائرة القضاء قامت بكثير من الأفلام التوعوية وكثير من المحاضرات في المدن العمالية في المدارس لنشر أكبر قدر من الثقافة القانونية. أيضا عدم الانشغال بالهاتف ووضعه في أبعد نقطة من السائق من أهم الأمور التي تؤدي إلى تقليل الحوادث، كذلك توظيف تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال مراقبة ممرات المشاة والطرق والإشارات الضوئية بهدف مراعاة مستخدمي الطريق ومساعدتهم بالتقييد بقواعد السير والمرور. نعم، جميل. أكيد نحن شاكرين لكم دوركم وإطلاق هذه طبعا الندوات وهذه طبعا المحاضرات لتثقيف يعني المجتمع حول مخاطر هذه يعني المخالفات وهذه الحوادث. شكرا لك المستشار العامر كرام العامري، مدير نيابة مرور أبوظبي في دائرة القضاء بأبوظبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وإلى المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مبادرة مجتمعات الشباب المعرفية والتي كانت بتنظيم من مجلس الفجيرة للشباب التابع لمؤسسة أو المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع الديوان الأمري بالفجيرة، وذلك طبعا كان هذا الحدث صباح الخميس الماضي في مقر الديوان الأميري بالفجيرة. المزيد في هذا التقرير.
شرفنا اليوم إطلاق مبادرة مجتمعات الشباب المعرفية برعاية كريمة من سمو ولي عهد إمارة الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الداعم الأول لنا في هذه المبادرات اللي نقوم فيها كمجلس فجيرة للشباب. طبعا مبادرة مجتمعات الشباب المعرفية هي مبادرة تعنى بمجتمعات تخصصية علمية، جاءت الفكرة هذه لدعم ورفد حركة واستراتيجية دولة الإمارات نحو المستقبل اللي تعنى بعدة مجالات. اليوم تم وضع هذه الفكرة لاستخراج طاقات شبابية من متخصصين سواء كانوا موظفين أو شباب متواجدين في المجتمع المدني، كذلك نأمل في هذه المبادرة استقطاب طاقات شبابية لديهم خبرات، لديهم شهادات علمية كذلك في المجالات اللي وضعناها. هناك أربع مجتمعات تخصصية وضعناها، المجتمع الأول هو مجتمع الطاقة والاستدامة، مجتمع استشراف المستقبل، مجتمع جودة الحياة، ومجتمع التكنولوجيا. الأهداف الرئيسية للمبادرة، عندنا 7 أهداف المبادرة، اللي هي أول شيء التأسيس، فنحن منأسس مجتمعات معرفية تخصصية ومنها منختار أفضل المتخصصين في المجالات الأربع اللي نحن نتكلم عنهم. عندنا إثراء المجتمع المحلي بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، ونبى نعزز التواصل بين الشباب الموجودين في القطاعات المختلفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة، وأكيد نبى نتبادل الخبرات والمعرفة اللي بتعزز الكفاءات المستقبلية من الشباب. عندنا الممارسات أو أفضل الممارسات في المجالات التخصصية المختلفة، فبنشتغل على هالشيء. وعندنا سهولة التواصل بين الشباب، نبي نسهل التواصل إن يكون عندهم البيانات والخبرات والمعلومات في هاي المجالات، وأكيد نكون مرجع أولاً للحكومة، وثانياً إن نكون مرجع للمجتمع المدني كافة، وأكيد للشباب. حياكم الله مشاهدينا. حسب الجدول الزمني سهام الانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 تستمر الحملات الدعائيه لمده 27 وتنتهي الخميس القادم 5 من اكتوبر 2019. اكيد مشاهدينا، معنا في الاستديو احد المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي 2019 على اماره الفجيره الاستاذ فيصل احمد بن سعيد. مرحبا بك، نورت البرنامج. الله يعطيك العافيه، ضيعنا من اول ما بدينا. الله يحفظك. في البدايه استاذ، بنتعرف على برنامجك الانتخابي اللي انت مقدمه وبقوه نقول حق مجلس الوطني للانتخابات. نعم، في الأول أبغى أشكر قناة الفجيرة على دعمها الدائم طبعا في العرس الانتخابي الحالي للمرشحين. نعم. وعن عرض برامجهم الانتخابية، وهذا على أساس تثقيف الجمهور. نعم. فأشكركم الشكر الجزيل. واجب. ثانيا بالنسبة لي أهدافي، شو السبب أني أنا ترشحت؟ نعم. أنه خدمة وطن أولاً. أكيد. خدمة الوطن، وهذا متمثل بشعاري وهو الإمارات عزنا ومجدنا، والقيادة قدوتنا، والمواطن جل اهتمامنا. يتمثل هذا الشعار بأني أبذل الغالي والنفيس. نعم. في خدمة وطني الإمارات، والمثابرة على تطبيق رؤى واستراتيجيات قيادتنا الرشيدة. جميل. في دائما تلبية متطلبات وحاجات المواطنين. نعم. بنتعرف إن شاء الله على الآليات اللي وضعتها ضمن برنامجك. نعم. وخططك. نعم. ضمن البرنامج الانتخابي إن شاء الله، ولكن نطلع لهذا الفاصل الصغير وبعدها إن شاء الله راجعين ندخل في التفاصيل. فاصل ونواصل مشاهدينا. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم وبنحاور مرشحنا احد المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي 2019 عن اماره الفجيره الاستاذ فيصل احمد بن سعيد. مرحبا بك مره ثانيه ونورت البرنامج. تطرق في برنامجك الانتخابي الى اقتراح بعض الافكار التي سوف تساعد ابناء الوطن في زياده سعه الافق والمعرفه في العلوم والثقافه، خلينا نتكلم اكثر عن هذه النقطه. نعم، برنامجي الانتخابي يتمحور
حول النقطة الأولى وهي التعليم. في التعليم نتكلم عن موضوع أضفت فيها ثلاث محاور مهمة وهي حب الولاء والانتماء للوطن، توجيه الشباب من الأفكار المتطرفة والعادات السيئة والسلوكيات الخاطئة، ثالثا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج في التخصصات التقنية والفنية والصناعية. في المحور اللي هو في النقطة الأولى اللي تطرقت إليها بالنسبة لحب الولاء والانتماء، هو في تفعيل حب الولاء والانتماء للطلاب، بناء الإنسان، التعلم يعني التعليم هو بناء الأجيال، صحيح، فلازم نبني فيهم روح الحب والولاء لدولتنا. بدون حب وولاء ما بيكون فيه ثقة في الشخصية، ما بيكون فيه عطاء، لأنه ما مستند على شيء. فلازم يكون دائما روح الولاء والانتماء معزز في أجيالنا من العمر وهم صغار للثانوية العامة. والمحور النقطة الثانية واللي هي توجيه الشباب من الأفكار المتطرفة والعادات السيئة والأساليب الدخيلة على بلادنا. مثل ما تعرفون اليوم أجيالنا الصغيرة متعرضين لكثير من الأشياء الدقيلة، غزو ثقافي مثل ما تفضلتي، من الآيبادات، من الموبايلات. فكيف نقدر نوجههم؟ صحيح أن الأسرة تلعب دور كبير في هذا المجال، لكن بعد ما يمنع بأن نحن في التعليم لازم يكون هذا الشيء مغروس ويوجه الطالب لأنه يثقف أنه يعرف شو الصح وشو الخطأ. صحيح. من الصغر وإلى الثانوية العامة كذلك. النقطة الثالثة وهي في موضوع أن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم. اليوم نحن وصلنا الفضاء، نبارك لأنفسنا ولقيادتنا الرشيدة ولكل القائمين والمقيمين أقصد في بلادنا الحبيبة الإمارات، أن وصلنا للفضاء مع رائد الفضاء الاستثنائي الأخ هزاع المنصوري، الله يحفظه يا رب، والله يرده بالسلامة لنا إن شاء الله. وهذه يعني مفخرة للإمارات وللإنسانية. فاللي أنا بقول أن إحنا لازم نتخصص أكثر في موضوع المناهج التطويرية، شو هي وظائف المستقبل لنا، فشو لازم نتعلمه على أساس نقدر نروح له وظائف المستقبل، كيف نحدد المسار، كيف نحدد المسار للطلبة. نعم. هذا اللي أبغى أوضحه الله يسلمكم. نعم. في نعم. مجال استشراف المستقبل. نعم. وطبعا دراسة التحديات. صحيح. جميل. المحور الثاني في برنامجك الانتخابي هو توفير الوظائف. حدثنا عن ما هي الآلية أو الخطة التي وضعتها وما يتضمنها عن هذا أو ماذا يتضمن هذا المحور. نعم. بالنسبة للوظائف، التعليم الجيد أولا، رد النقطة الأولى، التعليم الجيد بيؤدي إلى وظائف جيدة، فهذا كلها مترابطات ببعضهن البعض في محور برنامجي الانتخابي. بالنسبة للوظائف، أن أنا ما حاط اقتراحات لآلية، وضع آلية بالتنسيق ما بين نحن مثل ما نعرف في عندنا الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وفي عندنا وزارة الموارد البشرية والتوطين. الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تعنى للقطاع الحكومي، ووزارة وزارة الموارد البشرية والتوطين تعنى للقطاع الخاص. لازم نربط ما بينهم في استشراف وظائف المستقبل، نعرف شو الوظائف المستقبلية بعد 4 سنوات. يعني ناخذ مثال الآن، وزارة من الوزارات لازم نعرف بعد 4 سنين شو الوظائف اللي ستكون موجودة متاحة. نعم. للطلبة أو للموظفين اللي بيتوظفون جدد. نحن نتكلم عن أقسام، نتكلم عن فروع، نتكلم عن في كل إمارات الدولة. هذا بالنسبة لوزارة، ما بالكم عن كل الوزارات وكل التخصصات. صحيح. فهذا بيفتح لنا مجال كبير كثير، ننسق مع وزارة التعليم العالي على أساس أن نوجه كل هذه الوظائف المستقبلية
في التخصصات في الجامعات، فيكون عندنا الطالب أصلاً عارف عنده مسار وظيفي واضح مثل ما تفضلتي قبل شوي طريتينا في مسار وظيفي واضح للطلاب في المستقبل. نعم. ونعرف بعد شو نعرف نقدر بعد ناخذها ناخذ الإحصائيات ونعرف من الجامعات وين التوجه صاير بالنسبة للطلبة. إذا صار في مجال معين وتكدس هذا الجانب نحولهم لجوانب أخرى لتخصصات أخرى. نعم. والسبب أنه في النهاية بيقدر يحصل على وظيفة. صحيح. ويقدر يبدع فيها. أكيد. فهذا بالنسبة للوظائف. الله يوفقك يا رب. أستاذ فيصل، بعد ركزت في برنامجك الانتخابي على تشجيع الشباب على الاستثمار، خلينا نتكلم. نعم. عن هالشقين، تشجيع. نعم. الشباب والاستثمار. صحيح. أولا أود أن أخص بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظ الله ورعاه وشافاه بإذن الله تعالى، اللهم آمين، بإنشاء صندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب. صحيح. وأريد أن أخص بالشكر كذلك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. وكذلك أريد أن أخص بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه حاكم إمارة الفجيرة عضو مجلس الأعلى للاتحاد لإنشاء حاضنات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وإندل فإنما يدل على دعمهم الدائم قيادتنا الرشيدة في تشجيع الشباب على أنهم يخوضون في التجارة وفي تشجيعهم على أنهم يكونون رواد أعمال. صحيح. وأنا تطرقت في موضوعي بالنسبة لتشجيع الشباب على الاستثمار هو أن ننظر إلى القوانين والأنظمة الحالية المتبعة في كيفية تشجيع الشباب على الاستثمار، بس كيف نقدر نطور منها وننظر في القوانين. لازم نكون مثل لجنة. اللجنة تكون من المستثمرين ومن المتخصصين ومن القائمين في هذا المجال. المستثمر أنا أتكلم عن رواد الأعمال التجار، والمتخصصين أنا أتكلم عن الاقتصاديين وأصحاب غرف التجارة يعني المسؤولين في غرف التجارة، والقائم في هذا المجال اللي هما المسؤولين القائمين في مؤسسة محمد بن راشد وصندوق خليفة لدعم المشاريع. نكون لجنة لننظر في لننظر في القوانين والأنظمة، نشوف شو المسرعات والآلية للتسهيل، ونقدر نشجع الشباب في الاستثمار. كل جهة ستكون لها نظرة معينة وزاوية معينة، ينظرون من زاوية معينة، فبنخرج بيصير في عصف ذهني brainstorming. نعم. وبنقدر نستخلص الأفضلية والأشياء الممتازة في القوانين والأنظمة يعني في تطويرها. تطلع توليفة. نعم. نطلع منها مخرجات قوية. نعم. مخرجات. نعم. جيدة تكون. نعم. نعم. أكيد نحن نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق خلال الله. هذه المسيرة الانتخابية، وأن تكلل بالنجاح بإذن الله تعالى. صحيح. وأن طبعا يعني بإذن الله تعالى تحقق هذه الأداء. نعم. في أي إضافة حابب تضيفها؟ نعم. نعم الله يسلم، سامحوني على المداخلة. في بعد كذلك تشجيع الشباب في القطاع الصناعي. نعم. وهذا أنا أتأسف أني ما تطرقت إليه، الآن أتطرق إليه، اللي هو المحور الثالث بس إضافة عليه في القطاع الصناعي، هو أن ننظر للأفكار الجديدة. نعم. أنا تمنياتي وأهدافي واقتراحاتي هي أن ننشئ يعني يكون في الإمارات، دولة الإمارات عندنا قاعدة صناعية كبيرة إن شاء الله ننافس العالمية. كيف ذلك؟ بأفكار الشباب، بأفكار الجديدة، ونحن وصلنا إلى الفضاء. أكيد. فأكيد عندنا المقدرة، مو بعيد عليكم، أن يكون عندنا صناعات، بس كيف بآلية. نعم. أن نحن يكون في أولا نضع آلية للقوانين، هي موجودة القوانين لكن نطور منها، نضع آلية واضحة بالنسبة لتشجيع الشباب على الصناعة بدراسة المشروع، مناقشة المشروع، وضع آلية للمشروع، إشراف على المشروع، وهذه حتى بتفتح لنا آفاق جديدة للوظائف. فك
كلها مرتبطة ببعضها البعض. نعم. في برنامج الانتخابي. الله يعطيك العافية رب. الله يسلمك. الفوز إن شاء الله. المرشح أستاذ فيصل أحمد بن سعيد أحد المرشحين المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الفجيرة. الله يسلمك. شكرا على تواجدك اليوم معنا ببرنامج سبعة. الله يسلمك. أنا كل الشكر أشكركم جزيلا. الله يعطيك العافية. الله يبارك. شكرا. يعطيك الصحة والعافية. مشاهدينا وإلى موضوع آخر حيث افتتحت فعاليات مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة في دورته الثامنة وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء وذلك مساء يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر في مسرح المركز الثقافي في مدينة كلباء. نتابع معا هذا التقرير. جدا اني انا احضر هذه الدوره الثامنه لمهرجان كلباء المسرحيات القصيره. الحقيقه قاعدين نشوف في تطور ملحوظ من الشباب وشفنا اليوم عرض مسرحيه ارحمني يا شكسبير لمجموعه من الشباب خذوا دوره العناصر المسرحيه الذي سبق هذا المهرجان وقاعدين نشوف في تطور في ادواتهم من ناحيه الاخراج او السينوغرافيا او حتى التمثيل وايضا قراءتهم للنصوص العالميه الكبيره مثل شكسبير. يعني اتوقع ان احنا وصلنا للنقطه اللي نحن نبغي نوصلها ولكن طبعا يبغي لهم الكثير حتى يصلون الى ما وصله الاخرون. يعني اول شيء هني نفسي بهذا المهرجان الجميل المهرجان المسرح المسرحيات القصيره في كلباء المدينه التابعه لاماره الشارقه إمارة الثقافة إمارة العلم إمارة الفنون. أهني نفسي أن المهرجان هذا فيه لغة عربية فصحى وهذا من شروط المهرجان لأن الشباب بحاجة أنهم يرجعون للغة العربية فصحى. أهني نفسي أن فيه دعم للجيل الشبابي وهذا شيء زين جدا. شكرا دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة شكرا ما يقدمون الشباب لأن تخيلي أنت فكرة كاملة تطرحين في زمن قصير جدا لمسرحية قصيرة هذا أخطر من مسرحية طويلة. تقولين المعلومة كاملة في مسرحية طويلة تقولين في قصيرة هني نجاح. فأنا أحس أن نجاح المهرجان بشكل جميل الدورة الثامنة والله يوفقهم إن شاء الله وتحياتي. الصعيد العشاقي بغير أول نحن اليوم في مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة في كلباء في دورتها الثامنة وهذا يدل على نجاح المهرجان. والمهم جدا ان بعد 8 سنوات هناك كثير من الافرازات والنتائج اللي طلعت من هذا المهرجان شفنا ممثلين على درجه عاليه من الموهبه والابداع والتمكن وصار اليوم يعني رافد مهم للكادر المحلي بالنسبه للممثلين في الامارات وهذا يدعم المسرح الاماراتي بشكل كبير. نوعيه الاعمال اليوم اصبح الممثل اليوم او المخرجين اللي يتعاملون مع الاعمال هنا ليس مخرج فقط صار معد ودراماتورج ويبحث عن نصوص عالمية ويشتغل عليها ويعمل له إعداد من أول جديد وهذا بحد ذاته يقوي مسألة البحث ويقوي المخرج وأدواته وإمكانياته. مشاهدينا الكرام أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة كيوسك في مقر القيادة العامة والإدارة العامة وفي مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي. والمزيد من التفاصيل مشاهدين معنا عبر الهاتف مباشرة الملازم أول شهاب عبد الرحيم شعبان أهلي مدير مشروع الخدمة الذاتية للموظفين في شرطة دبي. مرحبا بك نورت البرنامج. أيوة مرسمة مرحبا فيكم. الله يعطيك العافية. في البداية خلينا نتكلم عن مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة كيوسك. نعم. تفضل. المشروع طبعا نحن بناء على توجيهات الحكومة. نعم. بإسعاد المجتمع تم تطوير الخدمات الموجودة عندنا إلى خدمات إلكترونية سريعة وذكية. نعم. عبر أجهزة كيوسك حتى نغطي جميع الشرائح موظفين شرطة دبي. نعم. هذا بشكل عام المشروع. الجهات التابعة لشرطة دبي المستفيدة من هذا المشروع مشروع الخدمة الذاتية للموظفين على أجهزة كيوسك ما هي؟
هي خدمة يعني داخلية لشرطة دبي فقط. يعني ما هي الجهات المضيفين. ما هي الجهات يعني مستفيدة من هذه الخدمة؟ الجهات فقط هي شرطة دبي فقط. نعم. ما في نعم. جهات ثانية. نعم. 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 الملازم أول شهاب، إذا تكلمنا عن الفوائد العائدة على الموظفين من استخدام هذه الأجهزة. في فوائد كثيرة طبعاً، نحن نحقق الهدف هي تسهيل الخدمات لهم. نعم. توفير الخدمة على مدى 24 ساعة. طبعاً إحنا أهدافنا ثانية بعد، حتى إن إحنا نخلي صفر موظفين، يعني ما في أي حد يقدم خدمة، هي كلها عبارة عن أتمتة بشكل كامل بشكل ذكي. فقط هذا يعني، ونحن يعني نسعى لرفع نسبة السعادة الوظيفية عندنا للموظفين شرطة دبي. نعم. نعم. ما هي آلية تسويق مشروع الخدمة الذاتية للموظفين لتحفيزهم على استخدامه أيضاً؟ احنا عندنا شويه خطط تسويقيه، يعني مثل عندنا نشرات الفيديو او المرئيه، وعندنا نشرات الكترونيه، عندنا عدد نزول ميداني وورش عمل نقدمها نحن لجميع الموظفين، ونعلمهم على منهجيه التغيير، اي يعني نحن نعلمهم كيف يقدرون يتغيرون من البيئه اللي هي التقليديه الى البيئه الالكترونيه والبيئه الذكيه. نعم. الجديده بتكون لشرطه دبي. نعم. الملازم أول شهاب، خلينا نتعرف على كيفية استخدام هذه الأجهزة من قبل الموظفين أو الخدمات التي يمكن تقديمها لهم. صراحة نحن حاولنا يعني ندرس الموضوع ونسهل الخدمة على جميع الموظفين. نعم. كل ما عليه أن يسوي أن يستخدم الهوية الإماراتية. نعم. أول ما يحط الهوية الإماراتية يتعرف الجهاز على الموظف ويقدم للخدمات الأربعين خدمة بلس الموجودة حاليا. نعم. أو باستخدام الهوية الوظيفية لشرطة دبي، أي البطاقة العسكرية أو البطاقة المدنية. نعم. نعم. فهو ما يحتاج يسوي أي شيء، مجرد يحط البطاقة الجهاز يتعرف على الموظف ويفتح له شاشة الخدمات اللي يقدر يختار أي وحدة منها. نعم. ما هي النتائج المتوقعة من استخدام الموظفين لمشروع الخدمة الذاتية سواء على مستوى أيضا الأفراد والإدارات؟ طبعا نحن نبغي نرتقي يعني بخدمات، نحن نوصل لاعلى مستوى من الذكاء الاصطناعي. نعم. ونبغي طبعا مثل ما قلنا قبل، نحن نبغي نحول خدماتنا كلها الى بدون لا يحتاج الى موظفين. نعم. لتقديم الخدمه. وطبعا هدفنا الرئيسي بناء على توجيهات استراتيجيه هي سعاده المجتمع والابتكار، ابتكار في القدرات المؤسسيه عندنا. نعم. هذا هدفنا الرئيسي من المشروع نفسه. نعم. شكرا طبعاً لك. هاي المرحلة الأولى عفواً. نعم. وبعدها المرحلة الثانية طبعاً على التطبيقات الذكية عبر الهواتف إن شاء الله. بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم الملازم أول شهاب عبد الرحيم شعبان أهلي مدير مشروع الخدمة الذاتية للموظفين في شرطة دبي، شكراً جزيلاً لك. جزاكم الله خير. يعطيك العافية. حياكم. شكراً جزيلاً. مشاهدينا الكرام، تحت شعار أسرة مستقرة ووطن مستقر طبعاً كان هذا شعار طبعاً زميلتنا سهام الشحي المرشحة لإمارة الشارقة ضمن طبعاً مشروعها الانتخابي القادم، والحين بنتعرف مع بعض على هذا الشعار وما خلفه من خطة ومن آلية تفيد المجتمع والوطن بشكل عام. انا شو رايك راح افيك الله يعطيك العافيه. شو اسمك؟ الله يحفظك. حتى شو اسمك يا سيدي؟ نسيت. يا يعطيك العافيه علي، وشكرا على هذه اللفته الجميله. الله يحفظك. طبعا انا او غيري اي شخص لبى النداء في الانتخاب او في الترشيح للمجلس الوطني للانتخابات هذا بروحه نقول تقديم خدمة. صحيح. لهذا الوطن الغالي. مثل ما قلت عن العنوان أسرة مستقرة وطن مستقر. نعم. مستقرة طبعا هذا مش عمل فردي. نعم. أنا أحب أشكر من هنا طبعا كل طاقم العمل معي في تلفزيون الفجيرة اللي هم معايا كل خطواتي، حتى في اختيارهم للشعار هم كانوا معايا. نعم. جميل. وغير التغطيات اللي قدموها حقي من خلال إذاعة الفجيرة. أسرة مستقرة وطن مستقر، إذا تكلمنا عن الأسرة طبعا احنا نتكلم عن كل فرد موجود في الأسرة، سواء المتقاعد، سواء أصحاب الهمم، المطلقة وغيرها. فكانت من بعض البنود اللي أنا طرحتها واللي حاب أني أطرحها طبعا، هي طبعا توفير فرص العمل أو التعليم كذلك لأصحاب الهمم. الحمد لله علي دولتنا مش مقصرة، مهتمة، وأتوقع أن مش أتوقع هذا أكيد أن ملف أصحاب الهمم من الملفات الرئيسية في اللي مهتم فيها المجلس الوزراء. في فئة أنت اعتبرها فئة بينية، هي لا تقبل في المدارس ولا تقبل في المراكز. نعم. طبعا هذه الفئة البينية هي الفئة نقول الضائعة من أصحاب الهمم. حبيت أن يسلط الضوء عليها في فعل حقيتها في التعليم. نعم. وش اسمه وإكمال دراستها. نعم. والوظيفة في الحياة. طبعا جميع النقاط اللي أنا حطيتها أو بسردها أو سردتها هي عبارة عن تجارب،
فالشخص يوم يكون أنا قبل لا ندش في التجارب أنا بس أبغى أنوه المشاهدين أن سهام هي أم لطفلة شهد الله يحفظها ونوجهها تحية شكراً. هي من أصحاب الهمم وهمتها عالية ما شاء الله عليها ودائما مبتسمة ودائما مشرقة ودائما ما شاء الله تتعلم هوايات كثيرة عندها وتحب أنها تتعلم. نروح لطبعا برنامج الانتخابي وتسليط الضوء على أصحاب الهمم أو كما سميتهم اللي هي الفئة البينية نعم. اللي لا يقبلون في المدارس العامة أو خلنا نقول أو تنفصلهم الحكومية المدارس العامة وما قدروا يدخلون ما قدروا يدخلون مراكز متخصصة نعم. فخبريني أكثر عن هذا المشروع. أنا الفكرة اللي كنت محططتها في بالي هي وجود أكاديمية. طبعا هذه الأكاديمية ما تختص فقط في أصحاب الهمم، هي أكاديمية عامة للجميع الأسوياء نعم. لكن تكون فيها فصول خاصة بأصحاب الهمم يدرسونهم نعم. المنهاج مع التدريب المهني. طبعا هم يحتاجون أكثر شيء تدريب مهني صحيح. مع استمرارية في التعليم، وتكون لهم طبعا شهادة موجودة. وزارة التربية والتعليم صح دمجت وأقامت في الدمج هذه، لكن ما زالت هناك لا توجد شهادة خاصة نعم. معتمدة لأصحاب الهمم. من هنا طبعا تفتح المجال وتحس أنه هو أساساً شخص فعلاً يقدر يعطي، لأنك يوم تعطي الأهمية صاحب الهمم تشوفه فعلاً مبدع صحيح. بهالنقطة تستدعين الهمة اللي فيه نعم. فيبدع على طاري يعني هي تقول من خلال تجارب نعم. كثيرة مع بنتها شهادة الله يحفظها أو حتى مع تجارب أخرى صحيح. أنت تعرفينها أنا معلمة تربية خاصة بعد. وأيضاً معلمة تربية خاصة نعم. سهام خبريني عن بعض المواقف اللي تشوفينها، وربما أن بعض الأشخاص اللي واجهتيهم في المدرسة أو خلنا نقول في المجتمع ممكن يطلع منهم أشياء إبداعية صحيح. بهممهم، ولكن ربما ما نعطوا الفرصة. أكيد. شو هي بعض الأمثلة تذكريها لنا؟ مثلاً بعض الفئات تم دمجهم في المدارس كتكيف. نعم. طبعاً هذه تمر السنة مع السنة ترفع الطالبة، لكن في النهاية ما طلعت هذه المخرجات نعم. اللي إنها مجرد أن بس وضعت لها خطة فردية وقامت البنت تنجح على حسب هذه الخطة الفردية. المخرجات الأساسية اللي نحن نباها ما طلعت. فليش إحنا نضيع السنوات هذه كلها ما تكون هناك متابعة من وزارة التربية والتعليم مع تنمية المجتمع نعم. يكون فعلاً مع أي شخص عنده بطاقة معاق أنه يتابع متابعة دقيقة فعلاً هذا الطالب أو هذه الطالبة وين وصلت وشو الأشياء اللي حققتها. في حالة أن هذه الطالبة لم تنجز هذه الأشياء أوتوماتيكياً يعني تحول على طول في برنامج مهني تلحق به عملي نعم على طول. جميل. طبعا هذا بالنسبة لأصحاب الهمم نعم. أيضا تطرقت لمحاور أخرى شو نعم. كذلك حتى أصحاب الهمم تطرقت إلى إجازة المرافق نعم. إجازة المرافق طبعا هذه مهمة جدا ليوم واحد. طبعا دائما الأسرة خلينا نركز على الأم المطلقة والأرملة نعم. واللي تكون هي العائلة الوحيد لأصحاب الهمم. طبعا أكيد هي بتكون المرافق الوحيد اللي تودي بنتها أو تجيبها أو بعد أنا أقول لك من تجربة نعم. فإجازة المرافق هذه اليوم واحد فعلا لو يتم حسابها بطريقة أخرى أنه يعني لأن الأم العاملة يوم تكون عندها تتجاوز 15 يوم بإجازة مرافق هنا يتم اقتطاع الراتب نعم. فلو ينظر وتعتبر حالة استثنائية لأن غير توقيع اللجان وغيره وغيره عشان بس أنت تأكد إجازة مرافق يعني لو يعني تستثنى الأم المطلقة أو الأرملة التي فعلا تعيل أصحاب الهمم من هذه الإجازة جميل. نعم هذا بالنسبة لأصحاب الهمم أصحاب الهمم. نعم المحور الآخر تطرقت إلى الأشخاص بعد يعني بكل التأمين الصحي طبعا يشمل فئات بسيطة ممكن من أصحاب الهمم أيضا من أصحاب الهمم أو الكل أفراد المجتمع نعم. ككل. فليش إحنا ما نطبق التأمين الصحي هذا على جميع الفئات ما نحدد فئة معينة نعم. يعني مثلا أنا ما عندي تأمين صحي بس يوم أروح المستشفيات الخاصة وكذي تكون مبالغ كبيرة. لكن إذا كان هذا التأمين الصحي معطاي لكل الفئات طبعا بيسهل علينا كثير والحمد لله إحنا دولة الإمارات يعني دولة السعادة الحمد لله. يعني تتسارع في وضع التسهيلات والراحة لجميع أفرادها نعم. أيوة المحور اللي بعد أيضا المحور الآخر بعد بما كوني معلمة ركزت على موضوع المعلمة وتسهيل بعض المهمات لهم كذلك إجازاتهم أو أن الرواتب أن تكون أجور المعلمين تساوي أو تكون أعلى الأجور موجودة في الدولة نعم. لأن فعلا المعلم شغله حتى يودي البيت نعم. ويكون هو المتابع للطالب يعني هو المعلم هو الأم هو الأب هو اللي يربي المجتمع أيوة فلازم يكون في تقدير فعلا للمعلم هذا قصدك يعني اذا كان معلم مرتاح مثلا من كل النواحي نعم. فالتعليم جودته بتكون عاليه اكيد لانه بيعطي بحب لكن نعم. اذا شفت انت ان المعلم هذا 10 سنوات او 7 سنوات ما تم حتى ترفيع الدرجه نعم. طبعا هذا يضره نفسيا ويشوف الشخص الثاني اللي يدخل بعد 3 سنوات يرتفع درجه
في وظيفة أخرى. في وظيفة أخرى نعم. لا طبعاً فلازم تكون. طيب في المعلم والتعليم. نعم. المحور تحدثتي عن المطلقات والأرامل أيضاً. نعم. أبى أرجع وسلط الضوء عليهن. نعم. شو هي الأشياء اللي ممكن توقعين تنقص المطلقات والأرامل حالياً؟ ويحتاجون مثلا دعم معين، هل في فكره يعني هل وضعتي؟ الحمد لله هي مثل ما اقول لك نرجع ان دولتنا الشامله هالملفات، ملف المطلقه، ملف الارامل، ملف اصحاب الهمم، حتى ملف التوطين بعد، هاي من اهم الملفات الموجوده في المجلس الاستشاري او مجلس وزراء اللي فعلا مسلطين الضوء عليه. نعم. الارامل قلت لك اذا كان فعلا متوفر لها هذه المطلقه السكن او الارمله هذا السكن، التامين الصحي، كل شيء، بتكون هي فعلا المخرجات اللي بتقدمها حق المجتمع هي رعاية هذه الأفراد اللي معاهم مسؤولة، لأن أي مطلقة أو أرملة معاها أبناء، فإذا أنت وفرت لها المسكن، وفرت لها التأمين الصحي، وفرت لها كل احتياجاتها لأطفالها من أصحاب الهمم، أكيد هذه الأم ستبدع وستقدم طبعا الأشياء نقول أفضل ما عندها طبعا، وأفضل استثمارهم الأبناء. أكيد. أكيد هم اللي يخدمون هذا الوطن، هم اللي يعطون، هم اللي يبنون، وهم مستقبل. نعم. دولة الإمارات العربية المتحدة. سهام رقمك الانتخابي 439 وطبعا مرشحة سهام الشحي عن إمارة الشارقة، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. الله يعطيك العافية، شكرا على هذه اللفتة الجميلة. رسائلك فعلا يعني مهمة جدا وعميقة، وفعلا الفئات اللي اخترتيهم. نعم. فئات مهمة يجب التسلط عليهم اكثر واكثر، ودولتنا الحمد لله مش مقصره يعني. نعم. ولكن يعني بجهود اكيد المرشحين. أكيد. من خلال هذا المجلس يوصلون ايضا نقاط يعني اكثر واهتمام اكبر ان شاء الله. شكرا الله يبارك للجميع ان شاء الله. اللهم شكرا لك سهام. الان بنروح لهذا الفاصل الصغير وبعد راجعين مشاهدينا، خلكم ويانا. ونستكمل باقي فقراتنا مع المرشحين ايضا انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. معنا في الاستديو الاستاذ علي سالم عبد الله بن خاتم الشامسي، مرشح لعضويه المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 عن اماره الفجيره. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، حيا الله. سعيدين جدا بوجودك اليوم. اهلا وسهلا، والله واحنا اسعد يعني صراحه. قبل شوي كنا نتكلم مع زميل الاسهام ايضا، هي مرشحه طبعا المجلس الوطني باذن الله. نسال الله يعني لها التوفيق صراحه، حديثها كان ممتاز. تسلم ما تقصر، الله يعطيك العافيه. واختيار البرامج اللي وضعتها كذلك بعد يبدو انها انتقائيه. نعم. وتمس شريحة معينة ممكن يستفيدوا منها في حال أن استطعت أن تؤثر بطريقة أو بإخرى. نعم. في المجلس الوطني. نعم. إن شاء الله فأنا توافق إن شاء الله. بالله. أستاذ علي، خلينا نتكلم. نعم. عن الأسباب اللي دفعتك للترشيح في المجلس الوطني الانتخابي 2019. شوفي، المجلس الوطني الاتحادي يعني منذ التأسيس كانت لأدوار يعني مراحلية. نعم. الله يرحمه الشيخ زايد أبونا العود لما آمن بفكرة أن مشاركة الشعب في جزء من القرار، كان هذا ضمن طبيعي جدا أن يحصل من ضمن الكيان الاتحادي الإماراتي أن يكون في مجلس يعبر عن صوت الشعب. نعم. ليس لأن صوت الشعب ما يصل الحكومة، احنا نكون بس واضحين في هالمسألة. صحيح. إنما هناك صياغة كان نسميها تشاركية في بناء الدستور الإماراتي والصلاحيات الإماراتية والمسؤولية الإماراتية، شراكة ما بين الحكومة وما بين الشعب. المجلس هذا احنا نبسطها الان بحيث ان اغلب الناس ما مدخل في التفصيل الاكاديمي للمجلس او نتحدث عن صلاحيات دستوريه لان لها مجالات موسعه. نعم. لكن احنا ناخذها بمنطق بسيط جدا. في النهايه الى ما وصلنا في عام 2006 لما قرر سيدي صاحب السمو رئيس الدوله الشيخ خليفه الله يحفظه ابو سلطان، قال ان خلونا نفتح باب الانتخاب. الان ليش باب الانتخاب؟ أنت تعرفون أنه في كل مرحلة زمنية وظرف تحتاج لمتطلبات. نعم. متتماشى مع العقول. صحيح. نعم. ففي الفترة 2006 لما فتحت مجال الانتخابات كان هنا لكثير من شرائح المجتمع الحق في اختيار من يمثلهم في داخل هذا المجلس. طيب أنت الآن تيجي بالسؤال أنه لماذا، عشان بس ما أرجع وأنسى الموضوع، أنت تقول لماذا رشحت نفسك؟ وجدت أن هناك في لاك أو قصور في الجانب اللي يفترض أن الآن في هذه السنوات الأخيرة لازم يكون له حضور، اللي هو الإعلام. يجب أن يكون هناك كرسي محجوز تحت قبة المجلس لشخص يمثله في المجال الإعلامي والتأثير في هذا الملف الكبير والحساس.
يمكن كثير من الناس ما تدرك أن الإعلام في تراجع، مثل حالة حال أي قطاع لما يحصل فيه تراجع الإعلام بعد يحصل فيه تراجع. طيب نحن كيف نقدر نجعل المجلس يؤثر على كثير من قرارات سواء كان الفردية أو المؤسساتية اللي في الدولة، بحيث أن ندعم الصورة الإعلامية بشكل صحيح في الدولة لبناء محتويات، سواء كان الإعلام هذا اقتصادي، سياسي، أمني، اجتماعي، كل المستويات يفترض أن يكون هناك من يمثل هذا الصوت ويؤثر. الملف اللي أنا اخترته هو ملف بعيد شوية عن الشعبوية أكثر، يعني الناس يحبون بعض البرامج اللي متعلقة في حياتهم بشكل مباشر. أنا أتحدث عن منظومة ثانية تتكلم عن دعم كامل، إذا استطعنا أن نحصل ونعمل أفكتف حق الميديا بنستطيع أن نحصل على امتيازات مباشرة إلى الدولة ككيان. نعم. لما ندعم الإعلام، أنت في النهاية الإعلام شو هي؟ صورة، هي صورتك طبعا. فبالتالي أنت لما تدعم الإعلام الاقتصادي وتدعم الإعلام الاجتماعي أو كل المجالات اللي في الإعلام، من الطبيعي أن تعلو كذلك معها وتيرة الصورة الخاصة في الدولة سواء كانت داخليا أو خارجيا. طبعا في هناك إعلام محلي بينعكس فيه كذلك نفسيا على الناس بالبوزيتيف بالفيلينج والصورة الخارجية. فبالتالي رجوع هذا هذه الصورة وانعكاس هذه الصورة الإيجابية بتخلق حالة إيجابية في الحكومة. والحكومة كل ما ارتفع عندها الحالة الإيجابية كل ما كان تعاطيها المباشر مع الكيان المجتمعي بشكل أعلى. نعم. هذا كان باختصار. جميل جدا. ركزت على الإعلام وتطرقت إلى دور الإعلام الوطني في أو دور الإعلام في مجلس الوطني. مفهوم، خلنا نروح لمفهوم التوطين في الإعلام الوطني، وهذا طبعا محور مهم يعني تطرقت له. شوف، توطين الإعلام، أنا هاي الكلمة شوية بالتحديد كلمة توطين حاول إني في الفترة هذه أبتعد عنها، لأن الملف هذا أصلا اليوم أصلا ماسكتنا القيادة الحكومة، القيادة في دولة الإمارات بشكل جاد جدا. نعم. ويمكن حتى قبل أيكم في الاستديو أنا كنت من فترة أتكلم من حوالي يومين ذكرت عن مسألة أنه هذه الملف هذا ممسوك من قبل القيادة الكبيرة، والشيخ محمد الله يحفظه اليوم يعلن إعلانات صراحة يعني كبيرة فيها. فمسألة التوطين شوي بتراجع عنها في الحديث بشكل مباشر، ولكن أنا أفهم أنه هو التوطين الإعلام الإماراتي ليس فقط في وجود الكوادر المواطنة، إنما توطين المفهوم. نعم. توطين المفهوم هذا وايد يهمني جدا، أن يكون هناك في شيء اسمه مراعاة لمسؤولية مجتمعية. أي واحد يدخل في السوشيال ميديا لما يعبر أو يمثل الحديث أو أنه ممكن نضع حتى في القنوات الرسمية في الصحافة في غيرها، نقل الصورة بمفهوم الوطن تختلف عن نقل الصورة بالمفهوم الإعلامي. نعم. أنت لازم تكون هني مفهومك وطني، فبالتالي شو معنات أن مفهومك وطني؟ دعم التوجهات الوطنية بكامل الرؤى، وما تقدر أنك أنت تتراجع أو يصير في عندك فيها خلل. لذلك أنا مثلا لما نقول على سبيل المثال جريدة من الجرائد تكون إنجليزية، يهمني فيها الكادر المواطن بشكل مباشر، يمكن ما حصل لي كادر مواطن، أوكي ما عندي مشكلة أنه يكون غير مواطن، لكن يهمني أنه يكون مفهومه وطني يستطيع أن يدعم فيها الرؤى الحكومية. هذا باختصار عن مفهوم التوطين. جميل. طيب تكلمت عن صلة المجتمع في الإعلام الوطني. نعم. ما هو الربط؟ الربط اللي هو صلة المجتمع بالإعلام الوطني. إحنا تعرفون لو ترجعون شوية كذي سنوات للوراء، التواصل الإعلامي اللي كان خلينا نقول التقليدي يختلف عن التواصل الإعلامي اللي في السوشيال ميديا. نعم. فالتقليدي كان أكثر تركيزاً مباشرة، مثلاً يضعون أو يسلطون الضوء على القضايا المجتمعية المباشرة، وكانت تصل لها صدى بشكل مباشر لأنها كانت هي الوسيلة الوحيدة المتبعة من قبل كثير من المسؤولين، يطالعون مثلاً الجرائد، يطالعون التلفزيونات. الآن الوقت اختلف. نعم. فبالتالي يقولك أنا يا أخي كيف أربط بين المجتمع والإعلام؟ إحنا نبى نرجع هذه الصيغة أو الصلة حتى لو كانت بأسلوب متطور، بحيث أني أنا أنقل صوت المواطن. ترى أنا كثير من الناس أقول يعني أنت تلومون المجلس الوطني والأعضاء للمجلس الوطني، زي سؤال، إحنا ما شفنا فيه أصلا برنامج، ما في محتوى عندنا في قنواتنا الرسمية أو حتى في قنوات خاصة تعنى بأن تكون الشدو أو الظل لأعمال المجلس الوطني على مدار 4 سنوات. ما يبون يكونوا بذيت الشفافية؟ لا 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 لا، الشفافية دولة الإمارات موجودة.
لا لا تتكلم عن شفافية موجودة. أنا قصدي الإعلام أحيانا ما يحب يسلط على أشياء يعني ممكن الإعلام يكون مسؤول. شوف as long as أنت تتكلم بشكل منطقي وصريح وفي مصلحة البلد وبالصورة الصحيحة تتكلم. أهم شيء يكون عندنا نحن إعلام يفهم أن ينقل صورة المواطن في الداخل صحيح. مش بس بالسلبيات يا جماعة، نحن وايد نركز على السلبية. ما هي السلبية ترى أنت كل ما تسلط عليها الضوء كل ما تفحل وتكبر. المفروض احنا نركز على الإيجابيات بشكل أكبر ونعطيها ونفرد لها مساحة. فبالتالي واحدة من المفهوم اللي أنا أقول عنه أن يفترض نقل هذه الصورة اللي هي صلة المواطن بالإعلام المجتمعي، يجب أن يكون هناك في قنوات خاصة، طبعا ما أقصد فيها كقناة تلفزيونية، القنوات الخاصة اللي في الإعلام للتواصل المباشر مع كل حتى البرامج البث المباشر على سبيل المثال. ما في مانع أن نطورها، ليش ما ليش نتركها دائما على انها اتصال وغير ذلك؟ ليش ما نعمل تقارير في البث المباشر؟ تقارير هاي تكون فعلا ميدانيه على حالات معينه، بالتالي نركز. هذا المفهوم. نعم طبعا نحن مستمرين في الاعلام الوطني وتحدياته المستقبليه. برايك شو هي التحديات؟ تحديات الاعلام الوطني. نعم. الله، شوف هذه الملفات انا ذكرتها في البرنامج الانتخابي. احنا عندنا تحديات كبيره جدا قادمه، ويمكن أبرزها التحديات الاقتصادية. طبعا ليس فقط على دول الإمارات، هذه تحديات عامة في دول العالم. نعم. وإحنا كنا جزء من العالم بنتأثر أكيد. فالتحديات الإعلامية اللي بتواجهنا أو خلينا نقول التحديات اللي بتكون قادمة لدول الإمارات تحتاج أن نسلط عليها الضوء من الآن وما ننتظر. يعني المجلس الوطني القادم يفترض أن يكون مجلس نوعي يفهم ما الأدوار، الأعضاء اللي موجودين يفهموا الأدوار المنوطة فيها في التحديات. فاللي يكون مثلا ماسك الملف الصحي، اللي يكون ماسك الملف الاقتصادي، اللي ماسك الملف الإعلامي، نعمل بالتزامن، وكلهم هذيلة في النهاية يمثلون صوت الشعب أكيد. بطريقة إيش؟ أن نحن نبى حلول. يعني أرجو من كثير من الناس لما وضعوا البرامج الانتخابية يكون هو محضر الحلول أصلا صحيح. بمعنى لو ما حضرتها كتابيا الآن يكون أنت على دراية كاملة فيها أكيد. أحد من الأشخاص شو كان يعني يأتيني يقول والله في عندنا مشكلة، وهذه بتطرق لها الآن في موضوع أنا بس أكمل التحديات عشان ما أدخل في المحور الأخير، كنت بقلل المحور الأخير هو الكلام عن البرامج الانتخابية. فالتحديات اللي قادمة بتكون تحديات ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بعد بالمستوى الاجتماعي عندنا تحديات بتكون على المستوى الأمني. لا تنسون نحن في منطقة صعبة، أبو خالد الله يحفظه ذكر هذا الكلام بصريح العبارة الإعلام، قال نحن في منطقة صعبة عشان نحافظ على استقرارنا يجب أن يكون هناك في كونتنت إعلامي قوي ترى يا جماعة صحيح. وما يصير أن الإعلام نمسكه إحنا في السوشيال ميديا ويعبر عن رأي حكومة وأنت مالك علاقة بالحكومة لا من قريب ولا من بعيد صحيح. أو يكون العكس صحيح، تكون أنت مش فاهم منظومة. فلازم يكون هناك في ضبط للمحتوى الإعلامي اللي يستطيع أن يرتقي بالتحديات هذه يواجهها بكل قوة. فأنا دوري في هذا الموضوع عشان أربطها بشكل مفهوم، أنا دوري في هذا الموضوع هو أن يكون هناك ملف جاهز إعلامي لكل القطاعات اللي بتكون فيها تحديات اللي قادمة، سواء كانت اقتصادية، صحية، أمنية، تعليمية، يجب أن يكون مفهومة ومدعومة من قبل المؤسسات اللي في الدولة. نعم، تحدثت عن ضبط المحتوى الإعلامي. نعم. كيف؟ ما هو شوفي ضبط المحتوى الإعلامي نعم. احنا تكلمنا عن المحتوى الإعلامي له ناس المتخصصين في استقراء ما هو الإعلام نعم. لأن الإعلام ترى كثير من الناس ما تعرف يعني بعض الفيجرز اللي فيها. أنت لازم تكون قارئ إعلامي جيد، قارئ للمشهد بشكل ممتاز جدا، وعندك تلمسات لرؤى مستقبلية نعم. ولازم تكون عندك هذه الصفة التحليلية بحيث أنك أنت تضبط المحتوى القادم. كيف شو معنى تضبط المحتوى القادم؟ احنا نتكلم عن اما كتابه اما نلاقي مثلا صوره. فاذا بنتكلم عن كتابه فنحتاج الى عقول تفهم او اقلام سياله تفهم فيما تكتب صح ولا لا؟ الصوره العامه اذا بتنقل صوره مجتمع او بتنقل صوره اشخاص بعد يفترض ان تكون انت عارف انه هالناس تمثل محتوى يفهم ما يقول وكيف التاثير. لا تنسي أن الإعلام مؤثر بشكل كبير صحيح. جداً نعم. أنا وإذا ذكرتها حتى في البرنامج الانتخابي هي يا أداة ترفع يا أداة تهدم صحيح. فما في مجال اليوم أن يكون مجلس وطني ما يكون له كرسي الإعلام داخل المجلس الوطني. جميل جداً. الإعلام الاقتصادي تطرقت تحدث عن الاقتصاد وتأثيره على المجتمع بشكل عام ومستقبله كيف
يعني وهذا الشيء حاصل على العالم أجمع وليس على دولة الإمارات العربية فقط. دور الإعلام الاقتصادي وتوظيفه بطريقة صحيحة بحيث أنه يعني تعرفت اليوم الإعلام ربما بخبر إعلامي تسقط أسهم وبخبر إعلامي ترتفع أسهم صح. فكيف يوظف الإعلام الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الحاضر وحتى إلى المستقبل؟ شوف لو خذينا مثال إمارة دبي، في بداية إمارة دبي قامت خصوصا مع النضوج الإعلامي قامت دبي كلها على الإعلام صحيح، فأصبحت اليوم مشهورة، وطبعا هناك عمل جاد موجود على أرض الواقع، ولكن الإعلام عكس الصورة الصحيحة عن إمارة دبي. الإعلام الاقتصادي صار فيه تراجع كبير جدا في آخر سنواته، وممكن كلنا نلاحظ هذا الشيء، ما قام بالدور المطلوب. على سبيل المثال الآن أنت تروح، كثير من الناس خايفين يستثمرون، يقول لك يا أخي أنا بستثمر وكذا لكن أخاف من كذا، تسمع الشائعات تكثر سواء كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو من كثير من المنافسين في المنطقة، ممكن يحاولوا إيش أن يزعزعون الاستقرار الاقتصادي. نعم. صحيح. وإحنا اقتصادنا متين وقوي جدا، وين الناس كثير ترى يعني يمكن عندها فكرة خطأ عن الاقتصاد، إحنا اقتصادنا ترى جدا متين وقوي، وين الانعكاس الإعلامي حقه؟ هذا اللي إحنا نتكلم عنه، التراجع في الإعلام الاقتصادي. نعم. ضروري جدا. نعم. أن يعود إلى موقعه الطبيعي، ما نقول ما عندنا إعلام اقتصادي لكن عندنا تراجع فيه، نحتاج إلى نرجعه حتى يدعم الاقتصاد الوطني بشكل الصحيح وتستمر الوتيرة في التطور بالذات في الاقتصاد. وأنت تعرفون اليوم تقاس الدول واستقرارها كلها على حجم قوتك الاقتصادية. صحيح. نعم. أستاذ علي أنا برجع بسألك سؤال، لماذا اخترت هذا الملف بالذات، ملف الإعلام الوطني؟ هو الإعلام الوطني أنا قلتها وأعيدها مرة أخرى، لا يمكن أن يكون في استقرار إذا لم يكن هناك في إعلام وطني قوي. نعم. ومعاصر، أنا ذكرت هذه في السلوغن الخاص فيني، لازم يكون كذلك معاصر للأحداث. صحيح. وفاهم ويتعاطى بشكل إيجابي مع القضايا، وإذا كان في خلل يسلط الضوء على هذا الخلل. نعم. لكن لازم يكون بتسليطك الضوء على هذا الخلل تضع له للحلول. الحلول. وأنت نعم. من واجباتك كإعلام أنك تضع لي حلول. نعم. لا تختمون وياي إلا إذا تخبرون عشان نتكلم على موضوع البرامج الانتخابية. نعم. الأخيرة. تفضل. بتختمون علي. أنا بختم الوقت أدرى. طيب. أنا الرسالة الأخيرة اللي ودي أقولها لكثير من الناخبين وحتى لكثير من الأعضاء اللي مترشحين الآن، خلينا نقول المترشحين دون ذكر اسم الأعضاء، البرامج الانتخابية إخواني ما تقيم ولا تكتب بناء على عواطف أو سرد ذاتي بما تحتاج أنت. الدولة لها ملفات، هذه الملفات مقطوع لها أشواط كبيرة. لا تحسسني أننا احنا في دولة نامية، لازلنا بندخل في موضوع معين تتكلم أنت عنه الآن، لا، حط في بالك أن كل القطاعات في الدولة وعلى أدق التفاصيل، الدولة أوريدي مضت فيها أشواط كبيرة. فلازم على المترشح أن يعي مسألة مهمة جدا، أنه لما يختار ضمن ما تحتاج الدولة في هذه الفترة، بعيد عن العاطفية، بعيد عن التقييم الشخصي، تضع حلول منطقية. أنك أنت لما تختار برنامجك، أنا أحدهم وهذا اللي كنت بقوله قبل شوي، أحدهم كان يتكلم عن بعض المشاكل الخاصة مثلا عزكم الله في الكلاب الضالة اللي في المناطق، فالواحد اتصل لأحد المرشحين يخبرني يقول لي والله يقول لي انقل هذه المشكلة إلى المجلس الوطني. المجلس الوطني هذه قضايا مثلا بيئية، قضايا متعلقة في البلدية ما لها علاقة فيها المسألة. صحيح. فبالتالي الناس تنظر على أدق التفاصيل وتعتقد بعدين ثقافة. وبعدين الشيء الأخير أنه العضو لما يصبح عضو في المجلس الوطني ترى ما يملك القرار ولا يتخذ القرار عن الجهة المساءلة. احنا نقول لما يكون هناك جهة مساءلة في التقصير أو محاولة تطوير أو تحسين، أنت تضع صيغة وتضع توصية، تتحدث بكل شفافية، ما عندك مشكلة. لكن لا يتوقع الناخب اللي هم الناس العوام. صحيح. ان انت اذا دخلت المجلس تضمن له. فبالتالي في ناس انا اسمعها شيء غريب اللي يقول سنوفر لك سكن وبيت ومش عارف مستشفيات في منطقتك. طيب انت بهذه الطريقه خط الادوار الحكوميه كليا. صحيح. وين المؤسسات وين فبالتالي كل لا منطقيين واقعيين. الملف القادم لدوله الامارات يحتاج ان يكون مجلس نوعي باختيار اعضاء نوعيين، كل واحد في مجال تخصصه، وأنا أقترح أن يكون من كل القطاعات
سواء كان من القطاعات الإعلامية الصحية. هذيك مرة شفت واحدة من البنات وما أذكرها ولا أسمها، لكن شفتها هي دكتورة لإحدى الإمارات، متحدثة لبقة جدا وذكية في الملف الطبي، ويمكن ما تفوز في ظني الشخصي بحكم أن البنت ما عندها إكسبوشر عالي في المجتمع، يعني ما مسوي هذه الضجة الإعلامية. لكني قلت هذا الإنسان لو تنتخب بتحل كثير من القضايا أو ستساهم في تطوير من القضايا المتعلقة بالصحة. نعم. نحن سعدنا جدا بهذا اللقاء، وفعلا يعني وضعت إضاءات كثيرة صحيح. على عدة مناطق ربما كانت غائبة عن كثير من المرشحين. شكرا لك الأستاذ علي سالم عبد الله بن خاتم الشامسي، مرشح لعضوية المجلس الوطني التحديدي 2019 عن إمارة الفجيرة. شكرا جزيلا. شكرا يا علي. شكرا لك. شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. وأكيد الحين بنسير وياكم لمعرض جايتكس شوبر 2019 المتخصص في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة أبرز العلامات التجارية والمتاجر من جميع أنحاء العالم. ابتدأ المعرض من يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019، واختتمت أعمال المعرض بالأمس يوم السبت. نتابع معنا هذا التقرير. عندنا عروضات مذهلة، عروضات كبيرة وقوية كل سنة. لهذا العام عندنا طبعا سحوبات امسح واربح تسوق واربح، وعاملين مناطق فعاليات جديدة من ضمن المعرض الفيرتشوال زون، وعندنا الشوبر سمارت هاب للإلكترونيات المنزلية، وبالإضافة إلى كيدزينيا للأطفال. العروضات طبعا نفس ما ذكرت انها جديده موجوده اللي طارحينهم في السوق، وكلها موجوده في الجايتك شوبر. So Jumbo is the biggest retailer that is participating here. We have the biggest stand. Jumbo is Jaitex, that is our slogan. Jumbo has the biggest space, as I said. We have the best offers. Jumbo has been associated with Jaitex since the inception. So ever since Jaitex started, Jumbo has been there and will continue to be associated with Jaitex till it is there. We believe a lot in this festival. For us electronic retailers, there are two properties that are very important. One is Jaitex and the other is Dubai Shopping Festival. Jaitex is important for us. Emax is giving the lowest price on all products, from the new products like iPhone, Samsung, Huawei, and on top of that, we are giving a lot of free gifts, like Liverpool suitcases, Ferrari bags, coffee mugs, and if you have got bank cards like Emirates NBD, Mashreq, we have got a lot of offers with them. And anybody who shops for 250 dirham can get a voucher of more than 1,000 dirhams. Jaitex has always been the platform for us to introduce the latest products, latest technologies, to excite customers and to make sure that everybody gets a chance to see it in one shot. Today, Jaitex, we are launching our two flagship products, which is Alienware, our high-end performance gaming laptop. We are launching our M15 and M17, our two latest high-end gaming machines. And then we are also launching the XPS 13-inch convertible, which is a premium business class machine that we have in our portfolio. Both of Alienware and XPS 13 are our flagship products, and we are very happy to launch it in Jaitex Shopper. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لموضوع المرشحين انتخابات المجلس الوطني 2019. معنا في الاستوديو المرشح للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة 2019 الدكتورة خالدة يوسف غريب المنصوري. مرحبا بك، نورتي البرنامج. يا مرحبا، حياك الله حبيبتي. الله يعطيك العافية. في البداية دكتورة، بنتكلم أو السؤال اللي نطرحه دائما عن المرشحين، الأسباب اللي دفعتك للترشيح للمجلس الوطني الاتحادي. والله أسباب حلوة. شوفي بقول لك، أنا الدورة الأولى كنت أحضر دكتورة، وتواصلوا وياي بعد ما حضرت ندوة للمجلس الوطني وعملت مداخلة جميلة. قالوا لي نبغاش في المجلس، قلت لهم لا أنا بحضر دكتورة ما أقدر، ويعني بكون كذا، فما دخلنا. دورتين العقب ما يظهر اسمي،
سبحان الله. كنت متحمسة يعني إني أنا لأني أنا أحب العمل البرلماني وأتابع البرلمان بطريقة غير عادية، بريطانيا أمريكا كلها تابعة، ففي دمي وشاركت مع الحملات الثانية وشاركت في التدريب، أحضر كل ندوات المجلس، أعمل مداخلات، ولكن ما يظهر اسمي. السنة ظهر اسمي ولكن قلت ما أبغى أقدم، صدقين قلت ما بقدم السنة يعني، لأن شفت شوي الأسماء وشفت الأجواء، يعني تعرف الواحد في هالعمر صار واعي للتجربة. صحيح. ولكن ضغط علي من كثير من الناس في المجتمع، قالوا إذا أنتوا تحجمون يعني إحنا نبغى شخصيات، والله ثقة المجتمع. قلت ما بخذلهم، قلت ما بخذلهم، وتوكلت على الله وسجلت آخر يوم. موفق يا رب. والحمد لله رب العالمين، يعني عندنا شيء إن شاء الله جميل نقدم. بإذن الله تعالى. وجود اسمكم أساسا مروحة باللستة النهائية، هذا روحه شرف. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. دكتورة حكينا عن المحور الأول في برنامج الانتخابي، شو المحور؟ خليني أول شيء أقول لك عن شعاري. نعم. اللي بديته. نعم. شوف أنا لما قررت أدخل أول شيء سويته اطلعت على البرلمان ككل، ما تم عمله في السابق. جميل. يعني ركزت ماذا أنجز المجلس الوطني الاتحادي في السابق. جميل. كل شيء رغم أني أنا متابعة بس ركزت عليه، وبعدين رجعت على الدستور طلعت عليه بطريقة جيدة. جميل. عقب شو سويت؟ اطلعت على رؤية الإمارات 2071. جميل. وكانت هاي انطلاقتي، ومقولة الشيخ محمد إذا كانت لدينا رؤية وأهداف واضحة سنحققها. أكيد. فمئوية 2071، شوفوا أنا طموحي أنا ترى متجددة وأبحث دائما على المستقبل. نعم. فاخترت هاي المئوية، طلعت على محاورها، شو تقول؟ تقول حكومة تستشرف المستقبل. نعم. تقول تعليم للمستقبل، تقول اقتصاد معرفي متنوع، وتقول مجتمع أكثر تماسكا. هاي محاور الرؤية. نعم. 2071. جميل. هنا أنا حطيتها قدامي وقلت أنا يجب أن أحقق هذه الرؤية. جميل. أنا سأمثل مجتمع يسعى لتحقيق هذه الرؤية وعين الحكومة على تحقيقها ونكمل بعضنا بإذن الله. فبديت أصيغ حملتي الانتخابية ووضع محاوري اللي بنيتها على هذه الرؤية. جميل. فأول شيء سويت اخترت شعار الحملة، فاخترت بين الرؤية والإنجاز يبنى مجد وطن. نعم. واخترت جبل جس لأطلق حملتي منه، طلعت على جبل جس وقلت من هنا من هذه الرؤية العالية جدا أطلق حملتي الانتخابية. نعم. اللي وضعت لها المحاور اللي تدور حول حاجات تحقق هذه الرؤية. وطننا غالي. أكيد. ومحتاجنا، وأنا الصراحة خبرة 42 سنة ما شاء الله. أنا تعيين 77 ما شاء الله. فعطاء متواصل لا يتوقف في المجال، أنا بروفيسور في الجامعة أدرس أنا في الجامعة، ولكن قعدت يعني قبل، ولكن الحب العمل لا يتوقف. أقول أنا عطاء العطاء لا يتوقف. أكيد. لوطن مثل العطاء الإمارات. مش مربوط بعمر اصلا. اي والله. أكيد. صحيح. الحمد لله ما دام عندنا الصحة نتوكل على الله. الله يعطيك الصحة. الحمد لله رب العالمين. وضعت المحاور وركزت على الفئات التي ستحقق هذه الرؤية. نعم. لكي نرى الإمارات تحقق هذا المجد. نعم. فاخترت الشباب، طبعا أنا قريبة من هذا الجيل هذا لأني أدرس في الجامعة المرحلة الرائعة اللي أطلع شيء يخدم وطن القادة. أيوة. ودائما أقول حق طلبتي أراهن عليكم في بناء مستقبل هذا الوطن من كل الجنسيات، نحن وطن واحد، نحن دولة التسامح. مدام دخلت عندي في الجامعة الخاصة هي أنت ستخدم هذا الوطن، ودوم أقولهم لا تخذلوني فأنتوا أملي في تحقيق هذا. جميل. فحطيت الشباب وحطيت لهم برامج بتنوعنا، كيف أنتشل شاب مثلا، حطيت شباب بلا ديون، حطيت شباب بلا بطالة، شباب بلا إدمان، حطيت أفكار لبدايات جديدة، حطيت قلت عندي أنا وزارة الشباب، عندي وزيرة شباب، فهاي البرامج الجميلة الموجودة لماذا لا نقدم شيء متنوع، شيء جديد يتناسب مع هذه الرؤية وتطلعات الشعب الإماراتي. ترى عندنا شباب ورد، عندنا شباب على كل التحديات، على كل المغريات، على كل ما موجود حوالينا، إلا أنهم طلبة امتياز، عندهم رغبة، عندهم طموح، فأنا سأتبناهم الصراحة وأتمنى أن أحقق هذا الشيء. نعم. فالشباب كان أول محور، نعود لسؤالك. نعم. اللي هو أنا ركزت عليه، برامج متنوعة في حملات الانتخابية، شجعوني حبوني
أيضا لأني أنا فعلا قبل أن أترشح لهذا هم همي، همي أنا شاب يحمل نجاح هذا الوطن الرائع. أكيد فكرت في الأسرة لأن أيضا يقول مجتمع متماسك وقوي، فحطيت الأسرة في ظل كل هذه التحديات وعمل المرأة وما شاء الله قيادات عليا في النسائية ودور آخر في المنزل، وجود مربيات، وجود تحديات، وجود حد، فوضعنا برامج بحيث أني كيف أعين هذه المرأة اللي صارت تلعب دورين خطيرين رائعين في هذا المجتمع، ناجحة كقيادية وناجحة كموظفة وناجحة كأم. أنا أبغى أعينها، أبغى أشيل أي تحدي يخل بأي دور من أدوارها، أبغى أعين الرجل الغائب، الرجل اللي قد لا يكون موجود، وكيف يستطيع أن يدير بيته وعياله وأسرته هاي الجميلة. صحيح. إحنا جيل الشباب عندنا عددهم عالي، فيجب أن نقود أسرة مبنية جاهزة. فكرت في صندوق الزواج كيف تطويره وآليات عمله، كيف وجود برامج متنوعة للمقبلين على الزواج، مش بس أنا أعطيك فلوس، أنا أعدك أيضا للحياة الزوجية المرأة والرجل. نعم. يعني الدورات يجب أن تقدم للاثنين. فكرت أن المؤسسات هذه التي تخدم المرأة أو الاتهاض أو الوجود مثلا لو فيت أي عنف من نوعه يجب أن تكون على مستوى جديد وراقي، وتكون برامج تحكمها التقنية بطريقة حديثة جديدة نقدمها لهذه الأسرة الرائعة. نعم. نبغي ما نسمع عن طلاق، ما نبغي نسمع عن كثير من الأشياء اللي تعوق مشكلات اجتماعية. نعم. أساس أي مجتمع أسرة. أكيد. وأسرة متماسكة وأسرة تقدم شيء جميل لهذا الوطن، فالأسرة كانت المحور الثاني اللي عندي. نعم. دكتورة بعد نعم. دكتورة بعد سلطت الضوء على كبار المواطنين، خلينا نتكلم. أيوة. على هذه النقطة. أيوة. هذا المحور. نعم. نعم. كبار المواطنين هم أنا، يعني أنا أقولكم أعمل من 77 ما شاء الله بعد شباب تسلمون الله يخليكم. شوفوا هذا شباب الروح والتجدد. نعم. يعني أقولهم تعاملي مع الشباب خلوني أقولهم أنا مثلكم وسابقة عصركم، يقولوا لي دكتورة أنت سابقتنا في أشياء كثير، أنت قوية في التقنية، قوية في التواصل الاجتماعي، قوي موجودة في كل مكان، نشيطة. أقولهم أنا ما كنت غبتي، ما كنت أخذتي. أقولهم في وطن يجب أن يبنى، فهكذا دائما أرد عليهم ويحبون يحبون هالشيء فيني. نرجع لكبار المواطنين. أنا كبار المواطنين هم فخرنا، هم كرامتنا، هم أبوي اللي عاش 95 سنة وشفته قدامي يعمل وينتج إلى عمر 90، فأنا هاي التجربة القدوة اللي شفتها قدامي نفسي أشوفها قدام كل. نعم. الناس عند كل الناس. نعم. فهذا هاي الأسرة اللي هذا. نعم. المتوطنين. فأنا قلت لماذا تكون، ليش يعيش آخر عمره في مستشفى أو في مكان، ليش ما تسوي له مكان رائع بطريقة حديثة توفر فيه الإنترنت والرعاية الطبية والرعاية المنزلية، يجب أن تكون راقية طبية. فركزت على برامج وبعدين والاستفادة منهم في الحفاظ على الموروث ونقله. جميل. إلى الأجيال. نعم. أيضا المعلم والتعليم. هذا عاد تخصصي. نعم. عشقي للتعليم أنا اللي ما بخليني أترك. نعم. العالم الأكاديمي أو التعليمي خلاني أهتم بالمعلم، لأني أنا أؤمن لا تنجح أي عملية تعليمية إذا لم يكن لدي معلم وأهل. صحيح. فتبنيته وقلت سأرفع من مكانتك وكفاءتك، يعني مكانتك اللي تتحرى ان انت ما عندك مكان. نعم. انت تحمل رسالة الانبياء. صحيح. ومهنة الانبياء، فمكانتك محفوظة، ولكن سأركز على بناء كفاءاتك. نعم. حتى ترتقي بمكانتك وادائك. نعم. انا اؤمن ان المعلم الناجح افضل منهج يظهر منه وافضل تطوير ياتي منه. أكيد. ونحافظ على سلم ترقيته ونقدم. صحيح. برامج متنوعه. انا صراحه متواصله مع وزير التربيه ولدينا الكثير من الافكار اللي نتبناها ان شاء الله وندعمها. نعم. انا في 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 شيء ابغى اقول عن حملتي الانتخابيه. صحيح. انا ركزت كثير على دور عضو المجلس الوطني، كثير من الناس غافلين عن هالدور، يقول شو يصيرون يسوون هنا. نعم. ما سووا شيء، فركزت حطيته محور اول. جميل. نقلت صوره جميله عن دوري اللي بقوم فيه، اول انا تشبعت منه. لاني انا بناقش بشفافيه، انا بنقل صوت وطن، انا بعين الوزير هذا اللي بقدم له سؤال برلماني، ساكون انا ليش ما اساله واقدم له بدائل. صحيح.
ليش ما أكون حلو. أنا المستشارة اللي نقلت له صوت لها. شيء الثاني أنا حابة أنقل أيضا صوت المجلس إلى الشعب، لأن أنا شايفة أن صوت المجلس من كذا هم مش عارفين دورنا. فقلت لهم الجلسات الانتخابية والبرلمانية مسموح حضورها، بس ما يحضرون الناس لأنها بعيدة أو كذا. أنا سأنقلها لكم. فكانت ركزت على هذا الجانب في حملتي الانتخابية، ودوري الكبير إن شاء الله في أن أنقل صوت الشعب وأنقل صوت الحكومة للشعب. نعم. لأن بعد إحنا لازم التغيير المرفوض نوصله ونقنعه ونسهله ونبسطه. كثير من الناس يمكن لا تعي بعض القوانين، صياغة القوانين، تمثيل الدولة. أنا يعني مثلا الحمد لله لدينا، أنا عندي لغات، أنا بروفيسور في اللغات في فاللغة القوية تفيدك في العلم، تفيدك في التواصل. إحنا بنمثل برلمانات خارجية صحيح. فإحنا سفراء يجب أن نمثل هذا الشيء، ويا رب إن شاء الله الله يوفقنا إن شاء الله. ويكون التصويت في صالح من سيبني هذا الوطن. المجلس ما عاد ولد خالي ولد عمي، لا، المجلس الآن محتاج أن نحقق هذه الرؤية بشخصيات تعمل على هذا المستوى. أكيد. أكيد. وإن شاء الله نكون قدها يا ربي. إن شاء الله أنت قدها دكتورة. تسلمون والله، ما تقصرون. محاور كثيرة وصراحة حملات جدا قوية السنة و... نعم. وبدأنا نشهد يعني مثل ثقافة برلمانية، ولكن إن شاء الله الأفضل قادم بإذن الله تعالى. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، لكن قبل أن نختم نبغى تذكرين المشاهد برقمك الانتخابي وأيضا أي معلومات حابة تضيفينها. أوكي، أنا معاكم الدكتورة خالدة يوسف غالب المنصوري، 43 سنة أخدم هذا الوطن بتواصل في كل المحافل، أعمل بالتطوع، أعمل بالتدريب، أعمل في الجامعة. رقمي الانتخابي هو 8-5-8، رقم حلو، وربي إن شاء الله يوفقنا وفالنا الفوز لخدمة هذا الوطن. فالك الفوز دكتورة خالدة يوسف. شكرا لك. يعني أنا فرحانة أقول لهم، يعني أنا براس قيمة، ولكن هذه الوسيلة وصلتنا إن شاء الله للمجتمع. واجب علينا، بيت متوحد وكلنا إيد وحدة، كلنا في الإمارات أكيد، وكنا نخدم بعض. دكتورة خالدة يوسف غريب المنصوري، المترشحة للمجلس الوطني لانتخابات المجلس الوطني 2019 عن إمارة رأس الخيمة، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. شكرا فديتكم، حياكم الله. وصلنا مع هذه الفقرة للختام، مشاهدينا الكرام نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. نشوفكم على خير، مع السلامة. مع السلامة.